شوية البوكس نيوز. بوكس نيوز. نحكيه على السعودية ونحكيه على الحج، وإن شاء الله يا ربي حج مبرور للحجاج الكل التوانسة اللي قصدوا بيت ربي، وإن شاء الله ربي يتقبل منهم. نحكيه على عقوبات ستسلط على كل فرد يتعمد الحج دون تصريح، وهذا اللي أقر به مسؤولين سعوديين، وين يقول أنه عدد كبير من الحجاج موجودين في الأراضي السعودية من غير تصريح للحج. وأعلنت السعودية أن قواتها الأمنية بعدت من مكة أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج قبل أسبوع من بدء مناسكو، من بينهم تم إبعادهم في الأيام الأخيرة من مكة أكثر من 153 ألف أجنبي جاءوا للسعودية بتأشيرات سياحية بدلا من تأشيرات الحج. كيف من بين القوانين اللي أصدرتها المملكة السعودية، وين دعات السعودية الحجاج لعدم رفع أي شعارات سياسية في الأماكن المقدسة. وخليني نقول لكم اللي فما اليوم أكثر من 1,200,000 حاج وحاجة من مختلف دول العالم. هو الفينومين هذا ولا موضة في السعودية، الناس تمشي تعمل عمرة قبل الحج بشهير شهر ونص، يتخبيوا ويقعدوا غالي، يقعدوا في الوتلة، يقعدوا في ديار كل واحد كيفاش، وبعد حتى يجي الحج ويهبط يعمل الحج نتاعو، فما حتى اللي قبل شهرين قبل ثلاثة. دونك الفينومين هذا موجود معناها من توانسة وغير التوانسة، وهذه من الحاجات اللي تساهم وتزيد في الاكتظاظ في الحج. دوك اليوم يبدو أنه القرارات ردعية وصارمة جدا. نعرف شكون في المملكة العربية السعودية توقع لك معناه يمشيوا للوتلة، يتفقدوا في العباد، يهبطوا فيهم اللي وفات العمر نتاعو، برا امشي روح لبلادك، برا كذا برا كذا. الضغط كبير ياسر، ولكن الإجراءات هنا في النقطة هذه مفهومة للأمانة. حاتم سينو، هي السعودية كبلاد تستضيف ملايين المسلمين، ما عادش تنجم تجاري كان كل عام يتخبلها مليون في الوتلة. لو بعد بار الملايين اللي تجي كمان معناها من حقها انها تقوم بالشيء هذا. 300 رقم كبير، اما 300 فيهم 165 الف سعودي، لا ومش كان ديزيترونجي. شو 300؟ معناها 300 الف قبيهم اللي هما 300 الف، وفيهم 135 الف اترونجي، دونك 165 الف سعوديين. هو سامحني القانون راهو للاجانب وللزاد السعوديين، يعني زاد هما رقم كبير معناها من الداخل يمشيوا يحجوا. وفما زاد الريت اللي عندنا برشا مواطنين في الخارج، برشا عباد يحجوا اترافير اللي عنده ولده لبرا يحجوا وكل شيء، هذوكم دي فيزا تورستيك، دونك هذوكم زاد فيهم اشكال معناها كان ما يكبسوا تو يمكن ما عادش ينجموا دورين افون، معناها الناس تمشي عن طريق ليزاجونس من برا، وخاطر كلها لا هذاكم ياخذوا ياخذوا فيزا ضيوف الرحمن يسميوه عن طريق السفارات وغيره كذا، معناها هذاكم داخلين في الكوتا نتاع الحج. ولكن نحكي على الناس اللي تراسكي لو فينومين، واللي انا الحقيقه ما نفهموش، حتى وكان واحد النيه نتاعو انه يحج ويحب يحج ما عندوش فلوس رفيق، اي ما عندوش فلوس، مو زاد معناها ما نخوش بقعه عبد اخر، ما نساهمش في الاكتظاظ انا زاده، خاطر كاين كل واحد يعملها بالمنطقه هذه. الحج والحرم ومكه مثلا تهزوا زملين نلقاو روحنا 5 ملايين وتموت عباد وكل دوك باهي ان ننضبط زاد لقوانين الدوله اللي تستضيف فينا. ما صحيح هو لا والله انا عندي شكون زاد نعرفه اللي مشى في رمضان منها عمره في اخر رمضان وينجم يقعد لك حتى الحج، وما يقول لك شهرين وعشر ايام انت باش نعديهم غادي في السعوديه ونقعد غاديك وانت ما شكون ما يهبطش من بيت لوتين. يقعد غادي حارق في السعوديه. اي صحيح يقعد يستنى في الحج باش يمشي. فما برشا ناس يقول لك على خاطر فما زاد ليست دونت كبيره رفيق، فما ناس تقول لك انا ما عنديش امكانيه، يحب لي تو نقيد 3-4-5 سنين شوف يعيطوا لي شوف ما يعيطوا ليش، كي عندي امكانيه باش نمشي او كفرد مره نمشي حاجه وحويجه. زاد تدخل في الكولتور صديقي، يعني احنا نبداو نخمو في الحج كان بعد الرتريت، وقت اللي تلقى مساروه مثلا في 30 سنه يبدا صاب ويحب يمشي ويحج وكذا، احنا لازم نخلط للرتريت وتبدا تزيد الامراض، وقت نوليو نخمو في الحج. هذا في نسبه كبيره من عقليتنا كتوانسه معناها. دونك اللي يحب زاده يقرا حسابه من قبل اللي يصب العام الاول الثاني الثالث الرابع، بعد 5-6 سنين يجي عليك التور تلقى روحك لاباس في عمر انت ما زلت تقدر تقوم فيه بمناسك الحج. نوصل الجمله بخاطر نحن التوبه الاخرانيه ديما نوخروا في الاخر، عندنا الثقه في روحي. هو ذيك ساهره فما منها يقول لك حتى للاخر، يقول لك انا كيف نهج في 30 40 باش نرجع نتعود نعمل جنوب، نحب يحج في مكان زياد تنظيفه واحد البيلون يلقى كل شيء. بالله قال لي صاحبي يخدم في كلينيك قال لي
50 55 يجي يعمل بيلون كذا يقول لك وقت حاجه قال يقولوها المرضى يقولوها ما وبالحق في مصر برشا دول عربيه 30 سنه عن العقليه ذي لازم تتبدل حاجه لما نستطاع اليه سبيلا تدخل فيه الصحه هو ما نسمع انا تو سمعني حاجه البارح 104 سنين ان شاء الله ربي يشد لها في صحتها وان شاء الله تفهم حاجه مش سهله ربي 104 سنين اخويا كان عملتها صحه له بيان سور ربي يتقبل اما مش سهله مش سهله ماذا بيه واحد يعملها في عمرك قبل برنس الحج يا ولدي ونقول لك انا بصراحه صعيب وصعيب ياسر انا كان ما جاش معايا صاحبي احمد العطروس ما نكملش الحج ونقول لك بصراحه تتعب ما علينا لكن حلو ياسر تعب حلو نحب نقول لك علاش اللي يرسكيو نتاع جماعه العمره يا خويا العمره ب 5 ملايين 6 ملايين والحج ب 20 و 25 ايش تحبوا مسكين يقول لك انا نمشي تو هي فيها تو هي في بيت ربي مسكين بالكش هو مشى للجبل ويضرب في بيت ربي يتخبى كل شيء عنده الحق ختم ملزك للمر كان اللي امر منه رغم المثال هذا ما ينطبقش على الحج مش مر الحج حج حاجه باهي انا ما نقولش عنده الحق خاطر كنت حل باب هاني قلت لك انا المنطقه هذه غدوه يراسكي لك زوج ملايين من كامل اسقاع العالم يوليوا يحجوا معناها ليه حتى لو كان عبد ما عندوش وراوت حتى لمن استطاع اليه سبيلا اليوم يعني حتى العلماء شيوخه تحكي يدخل فيها انه خذيت الفيزا ولا لا جاء عليك التور ولا انت ما عندك النيه سبيت في بلادك ما خلطش سبيت للفيزا للسعوديه ما قبلتكش هذيك يدخل في استطاعتك معناها اما ما نفرسيوش الحاجات لانه نتعاطفوا مع هذا زوالي والاخر ما عندوش والاخر ما في حالوش والاخر قا يروحوا غادي سير بلاس نجوليو نشرعوا للفوضى واحنا كل عام تبدا دينا على قلوبنا ان شاء الله ما يموتوش توانسه ان شاء الله ما يموتوش حجاج رفيق العاده عندك مشكله في الارقام انت قلت 5 سنين مش 5 سنين راهو قلت اكزامبل مش رقم انت انت وسحبك العسل اللي يبعث لك انا ما عطيتش اكزامبل مستمع شتبوا ما عادش حاجتي بيه بالله عندي صاحب مستمعين شكون بربي شكون لا ما قلتلكش عليه ما تعرفوش ما تعرفوش قالوا ما تحيا لي قال لي 12 سنه راهو توا وسط فما انا عطيت تيتر ديكزامبل ما تعطيش تيتر ديكزامبل فما عباد باش تخيل فما سعوديه الميكرو هنا بدوش نطيشوا في الارقام السؤال رفيق اللي يطرح نفسه في حكايه الحج ما هو اللي من استطاع اليه سبيلا ولا لا توا كلمه قالها الحاج يرسكي توا ثاني راسكي في الحج هذا توا الحج نتاعو حلال ما تدخلوش في الفتوى ما نفتيوش لا مانيش باش نفتي نسال انا ما نفتي في شيء شكون يجاوبك؟ انا نسال فيكم نسال في العالم رجع الشيخ فما شيخ هنا نجم يجاوبك ها الشيوخ يسمعوا فينا يا اخي احنا ما الشيوخ يسمعوا فينا توا ثاني حج بفليساته معناتها اكل حاج مسكين لما وكل شيء باش يحج يجي واحد اخر يعمل عمره ويرسكي من غادي توا هذايا داخل باش يتعبد معناتها عامل هكا داخل باش يخدم انا نعملها بالنيات ما نحبش ندخل في فتوى في فتاوي حكم ربي نجم هو عمل الغلطه ذي وربي ينظر له باب الرحمه على خاطر قلبه متعلق بالكعبه وذيك حد نيته وعبد بسيط ومشى وربي يتقبل الحج احنا نحكيو على ان ننظموا الامور بعد ربي كامل مرسكي يا رفيق هذيك حد نيته ربي يتقبل ما يتقبل معناه هو تحب نحكي معك منطق اخر هو شهر اخر ما شهر كامل مرمت هو شهر كامل قاعد في بيت متخبي هذا يعني شكون في سبيل الله باش يطلع يشارك في موازين باش يمشي يحج بيت ربي دونك النيه نتاعو باهيه كومي النيه باهيه ولكن ما نحبش ندخل في باب الفتاوى سؤال اخير نحب نعلق سؤال اخير سؤال ثعلب نعرف ولا وراسك باهي وراسي انا اسمع فما برشا عبيد مثلا يمشيوا في القرعه الميكرو في القرعه في القرعه رفيق بلا ما عارف هذاك تسمى حال الحاجه نتاعو اذا باش ياخذ بلاصه واحد اخر لا بيسير بالنسبه لي كيفاش المنطق برشا لو بالمعارف انا ما نحبش نفتي اما بالنسبه لي ما تتعملش ما تتعملش كيما يجيني واحد يقول اعطيت رشوه باش تطلع الحج ما تجيش حتى لو كان نيتك باهي بعد انا ربي وشيع ربي وش يحكم وش ما يحكمش ما نحبش إن نحكم نحب 30 ثانيه منع الشعارات السياسيه في علاقه بفلسطين مفهوم نعم. مفهوم أغزوز. أغزر الشعارات في فلسطين شعار ولا الشعارات الكل سياسية ما هيش بلاصتها انت ماشي غادي فلسطين سياسة سنة ماشي روحاني وكل شيء انا يظهر لي اون باراليل تو بو معناها تكمل المناسك نتاعك الكل نجم شعار اما باش تبدا تطوف وشعارات باش يهزوا دربوات في الترويب معناها انا يظهر لي البلاصة هذيك موجوعة موجوعة موجودة هذيك مشعولة لل معناها معناها ست رونديفو سبيريتويل معناها عندك موعد روحاني مع ربي دونك تبدا انا مؤثر هو موعد روحاني اما انه هذا فلسطين تعتبر سياسه مش ما تخاف بعد ساعتك لبعضها وكي
كيبداو فما ما نعرفش معناها تنجم تلحم في السياسه راهو بالعكس انا لا ما فيهاش سياسه بالعكس هذيك اكثر بلاصه ينجم يكونوا فيها كلهم متفاهمين على نفس النقطه ونفس الحاجه اللي هي تحرير فلسطين واللي كلهم تقريبا مناصرين للقضيه اسكو بغاتيك باش نلقاو عبد معناها ماهوش مع القضيه الفلسطينيه مستحيل معناها مستحيل من سبع المستحيلات غاديكا اكثر بلاصه فيها مسلمين يبني يعني ما ينجم يكون فيها غادي كان مسلم ومسلم مناصر للقضيه الفلسطينيه كيفاش باش يتعاركوا كيفاش باش تصير مشكله يعني انت كان انا باش يهزوا علم ولا باش يدعيوا لاخواتنا في غزه ولا فلسطين وين الاشكال وين التشنج وين الحاجات اللي باش نجم تشنج الجو غاديكا انا ضد كما قلت يعني في مصر يعني بلاد مسلمه عيب وعار ان احنا ما نحكيوش على فلسطين والا ما نعبرش على مناصرتي للقضيه حتى في بلاد عربيه برشا يدعيوا لك بحاجه حتى ان شاء الله تقيد استنى في الدور نتاعو عنده قديم من يخيط عامين 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 ما نحبش بالمعارف 7 8 9 سنين تجي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يكتب لك كل شيء ان شاء الله عاد وقتها ما عادش حلو حاتم يلا